ست ام يوسف اللي بتعاني من خشونه في رجلها وهي بتصلي، وبتقول انا حاسه ان انا هيئه السجود مش مريحاني، انها طبعا مش بتسجد على الارض، فبتسجد بالطريقه اللي هي تقدر عليها، فبتقول انا الحاله دي مش مريحاني ومش بتحسسني ان انا في حال القرب واسجد واقترب. فيا ست ام يوسف، يعني هيئه السجود دي للحاله بتاعت حضرتك هي هيئه مخصوصه لاصحاب الاعذار، اللي تعبان اللي عيان، وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فركن السجود ده بيأتي به المصلي على الهيئة التي يستطيعها، طالما مش قادر يأتي بهذه الهيئة على الطريقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمنا إزاي نأدي الأركان وكيف تكون الصلاة. فإذا الإنسان أصابه شيء يشق معه، أو قد يمرض بسبب، أو قد يزيد من مرض هو فيه، أو إنه فيه محظور طبي من متخصص قال له ما ينفعش إنك تسجد، يبقى بأدي هيئة أو بأدي ركن السجود على الهيئة التي أستطيع بما يحقق أو بما لا يترتب عليه ضرر يقع علي أو يؤذيني أو يأخر شفاء أو يأخر الحالة المرضية بتاعتي. والأصل في السجود سجود القلب. أراكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. Yeah.